فرحانه بزاف بوجودي اليوم للعرض الاول ديال الفيلم الطويل اللي مثلت فيه انا والزوج ديالي اللي بعنوان اخناتون في مراكش من اخراج الفنان الكبير اللي كنحماق عليه سعيد الناصري. واليوم انا جيت سعيده وفخوره حيت جايه نشوف راسي كيفاش قمت بالدور ديالي، وكنتمنى ان الاعجاب تسد ديال الجمهور اللي هو اهم حاجه. بالنسبه للدور ديالك قربينا منه اكثر. الدور ديالي جيت هذيك الفتاه الهادئه اللي كتحب الخدمه ديالها، كتحب الشغل ديالها وهادئه بحالي، يعني في الاخر غادي تقلب الاكشن، غيشوفوا الوجه الاخر ديال خوله بن عمران في الشخصيه ديال اخناتون ان شاء الله. الجمهور كامل متعطش باش يتعرف على الوضعيه الصحيه ديالك والمراقبه العمليه، الحمد لله على سلامتك. تقول للمتتبعينك وتمنى لهم على الصحه ديالك. اول حاجه كنبغي نقول للمتتبعين ديالي شكرا بزاف، حيت كيساندوني حيت كيشجعوني كيوقفوا في جنبي، وفريمون دابا عرفت شحال كيبغيوني. علاش؟ حيت ملي كنت مريضه شفت واحد الكم الهائل ديال الرسائل اللي كانوا جاوني بزاف بزاف، وكنشكرهم بزاف وكنقول لهم شكرا، حيت فريمون ملي حسيت قرابين ليلي واقفين معايا، وهما اللي دائما كيخليوني نزيد القدام وكيعطوني فوش باش دائما كنكون متالقه ومتميزه. ديجا سجلت اغنيه ديالي اللي غتكون ان شاء الله مغربيه وبلهجه اخرى اللي غنخليها مفاجاه، غنصور كليب هاد الايام وغتكون مور راس السنه ان شاء الله موجوده. العمليه الحمد لله ناجحه بزاف، واخا كنت انا متخوفه منها وكان صعيبه حيت لان لي كواتخ كما كنعرفوا كاملين انهم قدام الاحبال الصوتيه. فانا كنشكر الدكتور ديالي التهامي اللي حرص على انه يعمل لي العمليه بشويه، عليه العمليه خدات الوقت بزاف، ولكن الحمد لله هدرت ديك الساعات وانا يعني ما حسيت بحتى شي تغيير الحمد لله. تجربه التمثيل اول مره واش صافي كتفكر انك تعاودي ديري تجربه اخرى ولا لا؟ من طبيعه الحال الا جاتني شي تجربه مزيونه وفي المستوى ومحترمه علاش لا، شي حاجه اللي تليق بيا علاش لا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.